ما يطعموكاش لا والله لا، ما كفى. واذا طعموني الله يسامحهم بالعكس. هاي موقف الكومنتات عندي عشان ما نخلوك عندي ف ف ف ف فتلوك فتلوك عندي. ليش ليش انا ما غلطت يا حبيبي؟ فحتى يقول الله يعينك هسه راح يسلموا عليك يا حسام. يا سيدي الله يسامحهم، افتح الكومنت والله يسامحهم بالعكس. طيب قول اللي عندك الله يسامحهم يا قلبي عادي يا يا حلم قلبي. قلبي هم قلنا لك عتبانين عليك، ليش مزعل يا مان؟ سؤال عادي يا زلمه. شو انا زعلت؟ ليش مين هو اصلا؟ مين زعلت انا؟ زعلت العاقل. حدا عنده جمهور كبير طاحش التيك توك كله يا زلمه. طاحش التيك توك ايش يا زلمه؟ ما صلوش من قصر امبارح على طول العصر. على طول بفوز عليك يا رجل، على طول قلبي بفوز قلبي عليك. قلبي قلبي ملك التيك توك في التيك توك كله انا. انا الملك هان، فلا حدا يتكبر ويتجبر. فاقعد عاقل انت وكل الجيوش اللي عندكم. اقعد عاقلين قلبي يا دعبول والله بطلع لك حبيب. بطلع لك. ايوه حبيب بطلع ايوه لك هيك بطلع بدي لك اياك بطلع شطور لك يا كبير حبيبي. بطلع لك شطور شطور حبيبي ايوه. حبيبي يا شطور الله يسعد غصبا قلبك. قول عنك غصبا عنك غصبا عنك. بس لو سمحتوا بالله عليكم بتقعد مع متابع اذا حابين تنزلوا او تضلوا عادي. ثواني شوي، دعبول ثواني ثواني يا شوي دعبول مشغل. يا دعبول قلبي يا عمري. بنصحك نصيحة أخوية، إنه هاي الدنيا زايلة. اسمع هذا الكلام اللي بيطلع منك، الكلام اللي فيه قلة أدب بلا ما تحكيه. والله تعرف ليش؟ لأنه أقسم بالله أنا ما شخصنتها وكنت معك قلبي أبيض. لذلك يا حبيبي بتسيء لنفسك، أنت مراية نفسك، أنت مراية نفسك، لا تسيء لنفسك. انا زلمه طلع يعني ريلاكس وانا فايز عليك، اموري طيبه والحمد لله. لا تسيء لنفسك مشان ما تقل هيبتك، فهمت؟ بس يابا انا زلو يابا والله والله العظيم شفقين عليه.